يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين، حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون وواحد وتسعين ألف شخص، فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون وستة وعشرين ألف شخص.